الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. طب اتفضل حضرتك، اشرح لنا الوصيه. سؤالك على شنو؟ وصية شنو بالله حضرة جنابك؟ الوصيه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب: لو انتهكت الحرمه بتاعتك وعطلت السنن انت مين ومزق جبتها؟ القران انت الكريم مين جبتها؟ انت وهدمت الكعبه، مين جبتها؟ الكافي يا باشا. منين جبت هالحكي؟ من الكافي يا باشا، منين جبت هالحكي؟ كتب كمل كتب من الكافي الشريف عندكم، اللي عرض على المهدي. من الكافي الشريف عندكم، من الكافي الشريف ماكو حكي على هالكتاب. مؤلف انت مؤلف الكتاب هذا، انت مؤلفه مو بكيفك. انا اللي مؤلفه؟ ايه. طب احلف بالله، هسه على شنو احلف بالله؟ اللي طلع لي من صحيفة مسلم، طلع لي من صحيح البخاري، خلينا نشوف براءة كتاب. صحيح. والله طابق يا لها ابني، الحكي، طابق ده لها انا لو الحكي، الفت لكم كتاب والله طابق احط لها لكم الحكي، كتاب طابق لها واخرج الحكي، الميه. طابق لها الحكي من صحيح المسلم، صحيح البخاري، صحيفة مسلم. يلا سولف لي، يلا جيب لي كتاب، يلا اسولف لك نسولف، ما فيش مشكله ايه؟ يا سيدي، ما فيش مشكله. استناني ان شاء الله على الكافيه ايه؟ اللي موجود على المريخ باذن الله، هطلع لك بكره زي دلوقتي. يا شيعة بالله عليكم انزلوا من على المريخ للأرض، والله العظيم للأسف الشديد دينكم خلاكم مضحكة للجميع، دينكم خلاكم مضحكة للجميع. يقول لك أنا اللي مألفه يا ابني، ده في الكافي الشريف، الكافي اللي عرض على المهدي، الكافي اللي عرض على المهدي. آه والله أنا مألف له، أنا اللي مألف لهم الكافي، سبحان الله. عشان كده الشيعي بنقول له اقرأ كتبك يا شيعي، ما تخليش حد يضحك عليك. قال اتفضل. لا سد الخط، خليني اسولف وياك شيخ وليد. يا باشا اتفضل اشرح لنا الرواية، أنا مش عايز أكتر من شرح الرواية، الرواية روايتكو والبيت بيتكو والكتاب كتابكو. اتفضل اشرح لنا الرواية. انا راح اشرح لك، ما اشرح لك، انا ما دارس. انت مو دارس، انت دارس فقه، انت دارس دارس علوم فقه قرآن. الحمد لله رب العالمين، دارس فقه الحمد لله، وأصول الفقه والحمد لله رب الحمد لله. العالمين، وحافظ القرآن ولله الحمد قول لله الحمد والمن. إيه تاني طيب؟ أنا ما دارس قرآن مثلك، أنت دارس وفاهم. طيب حضرتك الوصية ديت وصية يهودية، وصية تخالف الوصية. القرآن الكريم. إيه زين، إذا انتهكت الحرمة شلون يعني واحد يخلي يدي عليه وهايض اللي باوع؟ حضرتك لو انتهكت الحرمه، يعني واحد مراته مثلا اتضربت مثلا حاجه يسيبها، واخد لي بالك؟ ايه حرمه الكعبه يسيبها، حرمه القران الكريم يسيبها، اي حاجه بقى، اي حاجه فيها دين يسيبها ويروح يقعد في بيتهم. اعطيني الدليل على هذا الشيء، اعطيني الدليل. اديك الدليل يا باشا، اهو اتفضل. بص يا سيدي، اتفضل اهو، ادي من اول هنا تمام. فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل حتى سقطت على وجهي وقلت نعم قبلت ورضيت. دي اللي إيه؟ قبلت ورضيت الوصية. وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنة ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحياتي من رأسي بدم عبيد صابر محتسب أبدا حتى أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين، طبعا وافقوا على الوصية هم كمان. إيه تاني؟ يعني وافقوا على الوصية، يعني قلت لك انا يعني صارت حرب، يعني شلون يعني ما حد يحارب؟ يعني هاي داعش يا طلع. انا حمثلهالك، انا حمثلهالك بمثال بسيط دلوقتي، حمثلهالك بمثال بسيط دلوقتي. انت بس راجل لحظة، عراقي لحظة شهم بس دلوقتي. لحظة شيخ وليد، خليني اسولف اسمعني وياك بس، اسمعني اسمعني دي بس، اسمعني خليني اسولف وياك. اديني بس، اديني انا دقيقة. انت راجل شهم دلوقتي، واخد لي بالك؟ قاعد قدام ايه الحمد المحل لله. بتاعك، قام الحمد جاي لله. واحد معدي كده ماسك المصحف وقام جاي مقطعه قدامك، هتعمل فيه ايه؟ ايه اضربه طبعا. طيب هنا علي بن ابي طالب مامور ان هو لو المصحف مزق قدامه ما يجيش جنبه، ده كلام يعقل؟ ما كنت حكي يا اخي، شلون هذا؟ مو اسلام هذا، انت ما يا تجيب باشا الاسلام معكم ده هذا. من كتاب كنتو، كتاب الكافي اللي عرض على المهدي، الكتاب اللي ما المفروض ان كنت انت بتقول حكي، عليه والله كلام ما صحيح. كنت حكي، يا باشا بالقران روح ما كنت اسال حكي. علمائك، لو انا كذاب عم وانا اسال علمائك، لو انا كذاب شيخ اسال وليد، علمائك. شيخ وليد بس افهمني، افهمني يعني افهمني، يعني احنا نعبد الله والقران قدامك تشقق وما تحاكي؟ ماكو هيك حكي. جميل، هو ده اللي انا بقوله بقى، يعني انا بايدك في كده،
هو ده اللي انا بقوله. يبقى لازم انا وانت نرفض الروايه دي. ماكيش حكيم. يبقى انا لازم انا وانت نرفض الروايه ديت ونقول ما ينفعش الروايه انت منين جبتها؟ بس فهمني منين جبتها؟ انت منين جبت هاي الحكي؟ منين جبتها يا باشا؟ دي موجوده في الكافي عندكم في الجزء الاول صفحه 283 وصفحه 706. عجيب. والله امر عجيب. لا امر عجيب هذا يعني ما لا. وايه الاكتر من كده كمان؟ بيقول لك ايه؟ لو هدمت الكعبه. يعني هل تخيل ان علي بن ابي طالب تهدم قدامه الكعبه ويسكت؟ ايه لا ما ينفعش. طب لو انت مراتك اتضربت قدامك هتسكت؟ لا مستحيل. طيب ازاي يعني؟ ومش اي واحده، دي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه؟ الرواية دي احنا بنرفضها يعني. احنا بنقول يا جماعة الرواية دي يهودية، دي مدسوسة في الكتب، دي مدسوسة في الكتب عندكم. هاي الكتاب ما لها صحة. هاي ما لها صحة يا باشا، كل العلماء صححوها. يعني ده حتى كمان قالوا ان الرواية دي مين صححها؟ يا عالم المهدي صححها. يعني تخيل وصل بيهم الحل ايه؟ مين صححها؟ قال لك عرضت على المهدي، المهدي صححها لانها موجوده في الكتاب الكافي الشريف الذي عرض على المهدي. يا اخي ليش تفهمني المهدي كنت وياه انت؟ خاطر حسين بس فهمني، المهدي كنت وياه انت صححها قدامك؟ يا باشا هم اللي قالوا، علمائك هم اللي يعني قالوا، علمائك اللي قالوا كده، مش انا اللي قلت كده. يا اخي منو صدقها؟ قل لي فلان صدقها، قل لي فلان صدقها يا هو. منو صدخه؟ قل لي فلان صدخه، فلان مرجع، فلان هيك مذهب الجعفري مصدخه. يا باشا بص يا باشا، المازندراني الملا المازندراني مصدقها، الكليني صاحب الكافي مصدقها، صاحب بحار الانوار مصدقها. اجيب لك تاني؟ ده ألفوا عليها كتب كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما استنى اجيب لك الكتب اللي يعني موجوده فيها. استنى اجيب لك الكتب اللي موجوده فيها يا باشا. انت جيت في ما جمل. يحتاج تجيب الكتب، ما يحتاج تجيب الكتب. طيب 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 هذا. لا ما يحتاج. طيب. يعني العفو يعني العفو مصدقته المذهب الجعفري مصدقه؟ يا باشا ايوه. اهي يا باشا اهي المذهب الجعفري مصدقه يعني مو؟ اهي يا باشا. قلت لي شو اسمه؟ جبتها لك من الكافة، هي من الكتابة اهي. اهي يا باشا. بس لحظة لحظة ابقى وياي. وين عرض ليها؟ والله عرض ليها على الشاشة. اهو بص اهو بوع على الشاشة كده، بوع على الشاشة. اهو كتاب الكافي جزء واحد 282، انزل لاخر الصفحة. نعم قبلت ورضيت، وان انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيته من رأسي بدم عبيد صابرا محتسبا حتى أقدم عليك، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أموت. زين هذا منهم صححها بس فهمني يعني. يا باشا كلهم صححوهم يعني. محدش يتكلم. هات لي انت عالم ما صححهاش، مش تقول لي مين صححها. هات لي انت عالم قال لا والله الوصيه دي مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. هات انت عالم كذبها. والله ما ادري يا شيخ وليد، ما ادري مين جاب الكتب. ما ينفعش يعني ديننا دين القوه، ديننا دين الشهامه، ديننا دين المروءه، ديننا دين الرجوله، يعلمنا كده الخنوع والخضوع والاستسلام. والله ما ادري يعني هذا اليس يعني يحير الموت العزيز. واقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. والباد اظلم صحيح. هو مش انت بس هذا يعني ترى ما شيء يخالف كتاب الله نضربه بعرض الحائط. يا طيب ما له صحه. لا اله الا الله. الكتاب ما له صحه. الكتاب ما له صحه يا باشا. هي صحيحه في كتاب الكافي عندك، علمائك قالوا ان الكافي ده شريف، ومحدش قال ان الروايه دي ضعيفه. انت تعرف لو قالوا ضعيفه يعملوا ايه؟ تخيل بقى
لو حد من علمائك قال ان الروايه دي ضعيفه يعني معناه ان ما فيش ضرب فاطمه، يعني معناه ان ما فيش ضرب فاطمه، شيخ وليد ما فيش احراق دار فاطمه. شيخ وليد تفضل. الو تفضل. انا هسه العلم مالتي محدود، العلم مالتي محدود، راح اخابر لك على شيخ بالمرجعيه بالعراق، وهسه راح استفسر من هذه الوضعيه وارجع اخابرك. ماشي ما فيش مشكله وانا موافقك. الله ينور، كده صح كده صح. يلا. شكرا ليك يا استاذ. يلا ماشي، مع السلامه. كده صح، اسال واجي لكن ما اقعدش افتي وارقع. يعني اسال واجي لكن ما اقعدش ارقع. الو اتفضل. الو ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا قلت لك راح اقابل مرجعي وارجع لك. انا علي من الكوت. نعم تفضل اخويا. هذا الكتاب ما له صحه، هذا مضيوف له. انت كلمت المرجعيه على كتاب الكافي وقالوا لك ماله صحه؟ لا مو كله، قال مضيوف له كلمات، مضيوف له، مضروب فيه كلمات يعني. ايه يعني مضيوف له يعني. شلون يعني اكو واحد ضايف له الكلمات ولا بياخذها حقن ولا شم الضرب ده؟ لا انت تاخذونها شم، ما اخذها شم. انت ما احنا نبي حبله. ما تضحك عليك يا باشا، قول لهم بص بص خبر واحد تاني. لا ما حد يضحك علي، انا عندي عقل الحمد لله اشكر. انت من خرافات، انت من خرافات، انت من خرافات مالك. اسمعني بالله عليك، عايز تزنقهم قول لهم الوصيه، قول لهم كده زي ما انا بقول لك، خد نصيحه اخوك، اتصل على اي واحد معمم كده وقول له الوصيه اللي موجوده في كتاب الكافي صحيحه ولا ضعيفه. انا ما اتصل على اي واحد، انا ما اتصل على اي واحد. اتصل عليه تاني وقول له الوصيه اللي موجوده في كتاب الكافي صحيحه ولا ضعيفه، قول له كده وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال ضعيفه. في كتاب الكافي صحيحه ولا ضعيفه؟ انت قلت لي من مصدقها؟ انت قلت اللي مصدقها ترى هذا وهابي اللي مصدقها. هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، هنغير بص، هنغير السؤال عشان خاطر عيونك والله العظيم. اي شيعي دلوقتي لا هيدخل، لا طيب السؤال، اسمعني بس، اسمعني. اي شيعي هيدخل دلوقتي هساله عشان خاطر عيونك سؤال، اول ما يدخل شيعي هقول ايه الروايه دي صحيحه ولا ضعيفه، ايه وانت اسمع بقى اجابات الشيعه كده. انا رضيتك ولا ما رضيتكش؟ رضيتك ولا لا؟ هاي صح كده؟ هاي هسه رضيت عنك. صح كده؟ صح كده. اي شيعي يدخل لي دلوقتي اساله ايه اول سؤال قبل ما يتكلم، الروايه بتاعت الكافي دي بتاعت الوصيه صحيحه ولا ضعيفه؟ وانت بقى اسمع الاجابه بنفسك. ماشي؟ هاي كويسه قوي. تمام يا غالي، شكرا لك. حياك.